تحديات يا ما فرقت اخوات يا ما وقعت شنبات يا ما كبرت فعيان يا ما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر عرفان من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي جبريه عايزه تهد مروان وتجيبه الارض وكون كمان ان مروان يحط ايده في ايد كريمه يبقى خلاص عدوها اللدود صح صح انت بقى لو اتجوزت جبريه ايه اتجوزها ايوه تتجوزها جبريه دي معاها فلوس كتير قوي ورثه من عبد الحكيم ده غير بيتها وفلوسها وارضها ايه ده ايه ده ايه ده تلحقي تعرف الحاجات دي كلها منين انا من ساعه ما سبت البيت هنا وانا دماغي عماله تودي وتجيب بس كده حسن هيقلب علينا جبريه عندها استعداد انها تخسر واحد من الاثنين وهي هتخسر مروان وتعلي حسن على حساب مروان عشان لما يجي مروان يقولها ليه عملتي كده تقول له ما انت السبب انت اللي حطيت ايدك في ايد كريمه فانا خليت اللي ولا حاجه يبقى كل حاجه وحسن هيوافق ان انا اتجوزها مش مهم حسن المهم جبريه دلوقتي تقول اه بس كده الحكايه محتاجه تكتيك انا عارفه انها عايزه تكتيك بس أول هام لازم يبقى لك وضعك في البلد مش تبقى مجرد واحد جاي يعمل بيزنس وخلاص لأ لازم يبقى لك هيبة يبقى لك وضعك دلوقتي العمودية كانت عند مين؟ كان عند عبد الحكيم بس الدفة دلوقتي رايحة لبيت مروان مروان لازم يبقى العمدة فاحنا عايزين بقى نقلب الدفة دي عايزين العمودية تجيلك انت هي صعبة لكن ممكن سهلة
سهلة. سهلة جدا كمان. بس تاني هام، في مثل بيقول لك ايه؟ يا بخت من كانت الحكومة أهله. أنا بقول لك إيه يا ريم؟ هو الشيطان زارك النهاردة؟ لا، الشيطان نايم في بيته وبيشخر. طب هات اللي عندك، كملي كملي. المأمور. ماله؟ لازم يكون في إيدك. ممكن. دلوقتي أنت هتبقى العمدة. ومتجوز جبرية، وجبرية عايزة تعليك فوق مروان، مظبوط؟ اللي مطلوب مننا احنا بقى دلوقتي كريمة. كريمة لازم تكون قوية، وهي على فكرة ما عندهاش أي مانع خالص، هي كل همها إنها تهدي البيت ده. أنت متأكدة يا ريم إن الشيطان ما زاركيش النهاردة؟ هو انا مش قلت تقومي من هنا؟ بقول لك ايه، انا مش فايجالك. بقول لك ايه يا بنت، انت تحترمي نفسك معايا عشان ما اعملش معاك الغلط. بقول لك ايه، بعد عن وشي. انا كده ولا كده رايحه؟ يعني لما اموت وانا جات لي واحد زي ما اموت وانا جات لي اتنين؟ لا والنبي صحيح. طب ما توريني كده بنت عشان ما تعملي ايه؟ ابعدي انت عن وشي، ما انا اتبخخت كده مش تاني. تعالي يا بنت وريني. خلاكي بس تقفي قصادها وراح بيت ابوي ما هسيبها. سيبك منها بقى، الله مش هسيبني. وبكره تشوفي. انتي دماغك ناشفه قوي. بقول لك ايه، سيبيني في حالي، انا ما طايقاش نفسي. هسيبك بس اروح فين؟ انتي ليكي حد غيري هنا؟ بكره تخرجي ولا تعبريني. لا يا حبيبتي، هنا وبره واحد. لا مش واحد يا حبيبتي، اللي زيي وزيك مالهمش انه يختار. طب انا لو خرجت بعد السابقه دي هشتغل ايه يعني؟ مش انت اللي عملتي في روحك كده؟ لا يا حلوه، مش انا اللي عملت في روحي كده. الدنيا اللي عملت فيا زي ما عملت فيكي بالظبط. هدور على واحد يصرف عليا واتحمل فيه وافهمه ان انا بحبه، وابقى مش طايقه اشوفه. تبقى دي تبقى عيشه. رحمه ابوي ما انا سايباه. بقول لك ايه، اقعدي بقى. انتم مقطعين على كده؟ لا، الكلام ده خلص من زمان. هو ايه اللي خلص؟ احنا كل ما نمشي في حته تقولي دي ارض مامتك ودي ارض باباك ودي ارض عمتك. امال ايه في البلد مش بتاعك ده؟ باين انه حسد كده. حسد ايه؟ انت مسكين. انا مسكين؟ اللي يعيش مع حد مش بيحبه يبقى مسكين. تقصد يعني الحريم؟ حسن بجد يعني، قولي من غير ما تضحك عليا، انت مش بتحب واحده فيهم؟ بصراحة لا. انت عارف انا عشت عمري كله بره. بابا فكر اكتر من مره يبعتني هنا انا وعمتي ريم عشان نعيش هنا. يعني هو كان خايف عليا، حسب ما بيفكر ما تاثرش بفكر الغرب. عنده حق الصراحة. بس أنا بحب نفسي قوي يا حسن، بحبها لدرجة توصل للأنانية. ودي حاجة زين. بس أنا بحبها in a right way. يعني عمري ما هكون مع واحد أو أتجوز واحد وأنا مش حاسة إني سعيدة. طب وإيه هي السعادة؟ هقولك، إن يبقى لي حياتي الخاصة وحياتي اللي بحبها، وكل واحدة غير التانية، وهو كمان لازم يكون كده. لا أفهم. حسن، الجواز هنا في مصر وحش قوي. الست فاكرة إنها متجوزة مصباح علاء الدين، لازم يحقق لها كل حاجة، حتى لو ده مش في البلانز بتاعته أو ميزانيته، والراجل فاكر إنه متجوز مرجانة جارية تحت إيده. مادام هي قررت إنه يكون علاء الدين الجني اللي بيحجج الأحلام، يبقى ما ترجعش تشتكي لما يعملها لأنها جارية. وأنا معاك، بس لازم كل واحد يدي على قد ما بياخد. يعني ما ينفعش one person يدي كل حاجة والتاني لأ. حريم فاكرة إنها لما تدي حب ومشاعر وأحاسيس إنها من حقها كل حاجة. عارف أنا إيه رأيي؟ إيه؟ تاخد مشاعر تدي مشاعر، تاخد كلام تدي كلام، تاخد فعل وواقع تدي فعل وواقع، كل واحد ياخد على قد ما يدي، هو ده الحل الوحيد. أنت عايزة تقولي إيه؟ بص، بابا شكله كده قرر يستقر هنا،
وهو عايزني اعيش معاه، فهيعمل ايه؟ هيبقى عايز يجوزني من هنا علشان يتاكد اني ما سافرش تاني. طب وده دخله ايه باللي قلتيه؟ يا حسن انا برغي معاكي، يعني زهقانه حاسه اني هطق هنا. تعالى يا حسن، الدكتور بيقول الولادة صعبة قوي. تعالى يا ابني تعالى. انت فين يا حسن؟ لازم نتصل بيك 100 مرة عشان تجي. معلش يا فوزية، معلش تلاقيه بس كان عنده شغل مشغول حبتين ولا حاجة. مبروك يا دكتور. مبروك مبروك. ولد ولد كريم يا رب. ولد بجد كريم يا رب. ممكن حسن؟ حسن حسن يا عبد الله زي ما وعدتني مش كده؟ ايوه طبعا عبد الله. امال ايه؟ يبقى عندي عبد الله عبد الحكيم. يخليك ليهم يا رب. هروح اشوفه. لا لا ممنوع يا استاذ، ما ينفعش. ممنوع ده؟ هي دي مرتي. معلش، هي كمان نص ساعة هتخرج على الأوضة بتاعتها وتطمن عليها يا سيدي براحتك. عايز أشوف الواد. الولد فوق في الحضانة ما تقلقش. حضانة؟ خير حصل حاجة ولا لا؟ لا خالص، احنا بس بنرعاه لحد ما تتشرف باستقباله. عن إذنكم. اتفضل يا أخويا، الله يبشرك بالخير يا رب. مبروك يا حسن. بارك فيك. الحمد لله. أبو عبد الله وأبو عبد الحكيم، يا وأنت كريم يا رب. اتأخرت عليا ليه؟ طمني. ريتال جابت واد بجد. كونجراتيليشن، ألف مبروك يا طنط. الله يبارك فيك يا روح طنط، عقبالك يا حبيبتي. أما نفرح بيكي كده ونشيل لك حتة عيل. ميرسي. هبقى أجي أزورها عشان أطمن عليها وأشوف البيبي. تنوري وتشرفي يا ألف خطوة عزيزة. اكسكيوز مي. هوصلك. وصلها. مبروك يا طنط. يبارك فيك يا روح طنط. ولد يا فوزية، ولد. مبروك يا كريمة. أنا هروح أذبح لها كام فروج عشان يرموا عظمة. الله يبارك لك. اطلعي هنا. تعرفي تقولي لي إيه المصيبة اللي حسن جايبها ورا المستشفى دي؟ ماما الله يخليكي، مش وقته اللي في دماغك خالص ده دلوقتي. خلينا في اللي إحنا فيه. لا يا شيخ، بتتكلمي بطريقة مش عجباني. تعيد لي يا بت، أنت عارفة أقسم بالله أعدلك وعدلتي ملهاش حل يا زينب. أنت فاهمة ولا لأ؟ هو أنت عايزة إيه بالظبط يا ماما؟ انت عايزه حسن ومروان يقتلوا بعض عشان ترتاحي؟ طب ما فكرتيش فيا انا وريتال؟ انت ما فكرتيش فينا خالص؟ لما واحده جوزها يموت ولا التانيه جوزها يخش السجن ولا يتحكم عليه بالاعدام؟ وبعدين ثانيه واحده تعالي هنا. ناديه، انت ما فكرتيش تزوريها يا ماما ولا مره؟ ده انت حتى ما فكرتيش توكلي لها محامي. ايه؟ انت كمان نسيتيها خلاص؟ لا انا ما اقدرش انسى ناديه. ناديه من دمي ولحمي بنت اخويا. بس انت شايفه الظروف الزفت اللي انا فيها والخنقه اللي انا فيها، تقدري تقولي لي ممكن اعمل ايه؟ ولا حاجه يا ماما، ما تعمليش اي حاجه. خلينا دلوقتي في المهم اللي احنا فيه ده دلوقتي، نطمن على الريتال وتقوم بالسلامه. الحمد لله ربنا كرمها وقامت بالسلامه. الحمد لله. ربنا يفك كربك يا ناديه. ولدت؟ ولدت، جابت واد.
شبتوات. شبتوات؟ ايوه وسمت عبد الله. حسن مبسوط مش كده؟ الا مبسوط مش ولده. بنتي يا مفيده. نعم يا ست فوزيه اموريني. تحب ادخل اعمل لها الوكل ولا اوضب لها الاوضه ولا اغسل لها خلقاتها ولا تحب ارد عليها الوقت؟ ما عايزكيش تعمل كده. عايزه اللي حصل بينك وبين كريمه وريتال ما حدش يعرفه. عايزه اللي حصل ده يعدي. اللي حصل ده كان شغل حريم وانت عارفه كده زين. وحقي حقك انا هجيبهولك. وحسن ما يعرفش ليه؟ يعني لو كنت انا اللي عملت كده كنت هتقولي لها الكلام ده؟ ايوه كنت هقول لها الكلام ده. يا بنت حسن فرحان بولده ولا ما عايزاش حاجه تنكد عليه؟ وبعدين كريمه عايزاكي تعملي كده عشان حسن يبقى مش طايقك ولا طايق البيت كله، وساعتها ريتال هتلف عليه وتاخده تحت باطها. ما تفهم يا هبله. زي ما يكون خايف علي. لا انا خايفه على ولدك عبد الحكيم. هصدقك وانا ما بكذبش ومش هكذب عليكي. وانا تحت امرك في اللي تقوليه يا ست فوزيه. اللي تقوليه عليه انا هعمله. لو عايزاني دلوقتي اوضب لها الاوضه عشان خاطر اللي جاي وعشان خاطر عيون حسن انا ما عنديش مشكله. براوة عليك. ايه خير اللهم اجعله خير. مسكين قدام بعضكم عمالين تلموا على مين؟ يا اهلا بالكبير. كلم حسن وبارك له. خير ان شاء الله. ريتال ولدت. الف مبروك. الله يبارك فيك. مفيده اعملي قهوه لمروان جوام. عيني. تعالى عايزاك. حسن جاب واد له بطن فريدة كان واد. ربنا هيعوضك إن شاء الله. أمي قالتها في وشي هي اللي قتلت فريدة. كدابة. أمك دي قلبها حجر. جبرية عندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تولع في كريمة. حتى لو هتكسر قلبي. هقول لك إيه، أمك دي في شطان بياكل فيها. انا عارفاها زين. اقول لك على حاجه، هي اللي مخوفاني وقلقاني وخلاني مش مستريح. قول يا قلب عمتك. من امبارح وانا مش عايز اشوفها. هقع مالي ودي وجيب. عارفه لو كان اللي عملها حد تاني كنت طخيته وارتحت. استغفر الله العظيم، ما عارفاش اقول لك ايه والله. على فين؟ هروح أبارك لحسن. حبيبتي ألف حمد لله على السلامة. طمنيني عليك، عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله على السلامة. زي الفل الحمد لله. حسن فين؟ حسن بيجيب الواد. مبروك يا مدكر، مبروك يا أم عبد الله. الله يرحمك يا عبد الله. كان نفسك تشيل عيال بناتك. كريمة هي بنت خطتيني. ايه الاخبار؟ الاخبار فل الفل وعشرة على عشرة. جبرية خلاص اتجننت زيادة على جنانها واعترفت للواد مروان ان هي اللي قتلت فريدة. حلو قوي ده. طبعا حلو حلو زي القمر ان شاء الله. شبالك يا عبد الله. يا روحي يا روحي. طب عليا النعمة الواد خالق الناطق شبهي. بسم الله الرحمن شبه. الرحيم. يا روحي بسم الله ما شاء الله. لا ده شبهي انا يا اختي. ولا شبهك ولا شبهه، ده شبه كراميلا. ولا اقول لك في حته سكر منك وحته عسل من حسن. ايه الكلام الملزق ده؟ طب خدي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا جعان. عقبالك يا زينب لما نشيل لك عيل زي القمر كده. يسمع من بقك ربنا يا ماما. ان شاء الله زينب هتجيب توأم. توأم يا بتوتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الف مبروك. ما بارك فيك. ده احنا كنا لسه بنقول دلوقتي حالا انه شبه عمه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. قتال ادي الواد العم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. احنا ما عملناش عقيق لعبد الحكيم عشان ايديه، هنعمل الاثنين مره واحده، وهنذبح عجلين عشان البلد كلها تاكل، وتدعي له بطوله العمر وراحه البال هو واخوه. اضربها في عزك احسن. مروان شوف على سلامتك. يا الله استغفر الله العظيم يا رب، كل ذنب عظيم. حقك علي انا، البنت صغيره وفرحانه بالواد في حضنها، مش عارفه اقول لك ايه. طب انا كنت هقول لها بلاش نعمل اي حاجه عشان الظروف اللي احنا فيها دي. لا حسن لازم يفرح بولده، وبعدين كل واحد بياخد نصيبه. انت عملت اللي عليك بزياده، احنا كمان لازم نعمل اللي علينا. معلش بعد اذنك، يعني انا هقول لريتال مش لازم عقيقه دلوقتي، اهو نعملها بعدين. مرات عمي، مرات عمي كبرانت تقول لي يا ماي، كنت بتقول لي يا ماي. ده انت حته من قلبي يا مروان، ده انت سندي وضهري. عايزك تقرب مني، عايزك اي حاجه مضايقاك ارميها في صدري، تعال احكي لي وانا هسمع لك، ومش عايزك تسمع لاي حد يقول لك عني حاجه وحشه. بعد اذنك يا كبير، لما ريتال تخرج من المستشفى هاخدها وننزل نقعد في مصر عند شهد لغايه لما الامور تهدى شويه. مش ينفع، أمي مش هترجع البيت تاني خالص. صباح الخير. صباح النور. ست جبرية موجودة؟ عشان أنا رحت لها المستشفى قالوا إنها خرجت. أيوة موجودة، اتفضل. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا اهلا يا باشا، اتفضل اعملي قهوه يا شمس. حاضر يا امي. اتفضل اتفضل يا مرحب. مرحب بيكي. اتفضل اتفضل ارتاح. وانت لسه فاكراني؟ اموال يا باشا، انت صح عملت البلد من زمان، بس أنا كمان عقلي ده يوزن بلد. أنا عشان كده جيت لك. الحقيقة أنا ما كنتش متصور أبداً إن الأمور توصل بينكم للدرجة دي. بين مين يا باشا؟ بينك وبين مروان. الله يرحمه. ست جبرية، من أول ما شفتك قلت عليك راجل زين وابن أصول، جاي تعمل الواجب وتعزيني. كتر خيرك، احنا ما عملناش عزا كبير، كمان ابوه كمان مات. لو كان عبد الحكيم عايش كان والله الصوان اتنصب 3 ايام. طب ممكن تسمعيني؟ امال ايه، ده انت ضيفي، اتفضل. مهما حصل من خلاف بينكو ما صحش الامور توصل للدرجه دي. انت ست الكل وعارفه البلد كويس. طب انا اعرف ناس في البلد هيفرحوا قوي اللي انت بتعمليه. قصدك ناس مين؟ انت لسه جاي امبارح، تعرف ايه عن ناسنا؟ كريمة مثلا. ما شاء الله عليك والله، وكمان وصلت لكريمة. اخت ريم لما سمعت بالخبر راحت تعزي، قابلت انك كريمة، هي قالت لي انها ما ارتحتهاش يعني.
وهي اللي قالت لي ان انا اجي لك. طبعا هي عايزه تزورك، بس الحقيقه هي عندها مشوار مهم ما قدرتش تاجله. وهي قالت لها ايه؟ مش مهم قالت لها ايه، المهم انت ناويه تعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ انا حزينه ومقهوره على ولد اللي راح. تاني؟ ربنا يديك العمر والمهل يا باشا، واجعلها ان شاء الله اخر الاحزان. تفضل. قهوتك يا باشا، اشرب. انا عارفه ان احنا ميعادنا مش النهارده، بس قلت يعني كده اجي لطف الجو قبل ما تقابل محرم. كده زعل مني كريمه، وانا عارف انك بتفهمي في الاصول. انا مش ممكن اعمل لمحرم حاجه وحشه او اعامله معامله سيئه وهو عندي في البيت. عارفه طبعا، بس انا بقى عايزه المعامله الحلوه دي جوه البيت وبره البيت. محرم عارف انك جاي النهارده؟ يبقى عارف، وده بحد ذاته يخليني اقول لك انا مسامحه على اللي حصل. بس محرم اصله كان طول الوقت فاكر نفسه فوق الناس كلها، بعد اللي حصل له اتكسر، وعشان كده صعب عليا. انا بعرف الناس اللي بتشتغل معايا كويس قوي. ايه رايك نشرب القهوه لو انت خلصتي اكل؟ شو اتفضلي. اتفضلي يا ريم. ميرسي. عارفه الدنيا مش مستاهله اللي هو بيعمله ابدا. انا لو مكانه اعيش حياتي واستمتع بيها، انما هو بيفكر بشكل محدود قوي. انت محرم بقى مش عاجبك طريقه شغله خالص، طريقه تفكيره بس. افهم من كده يعني ان انت رافض ان انت تشتغل معاه؟ ابقى راجل قليل الذوق لما تيجي لغايه هنا وارفض اشتغل معاكي؟ معايا انا؟ جرايه يا ريم، ما انت محرم واحد. بس انا حابب اشتغل مع حد يكون حابب الدنيا وحاببني انا كمان. انما محرم معقد، طول الوقت مشغول بفكره مين اللي هيبقى مسيطر او مهيمن. وفي شغلانتنا دي مفيش غير ليدر واحد بس. بس ده مش معناه انه يلغي الناس اللي تحتيه ابدا خالص. عموما يا ستي انا مقدر ميجيتك دي، وعارف انك عايزه تقومين الكبوه اللي هو فيها. وطبعا مستحيل ريم هانم تبقى في ضيافتي ما عبرلهاش عن سعادتي وامتناني وتقديري لعقلها. انا عارف ان طول السنين اللي فاتت دي محرم كان بيشتغل بعقلك انت، ولما هو فكر وقع. صح ولا انا غلطان؟ طيب يعني بما انك انت فاهم طريقه تفكيرنا كويس، هو انا يعني ممكن اطلب منك طلب صغنن قد كده يخص محرم؟ انت تؤمري. بقول لك ايه، تعالي تعالي. مش انت البنت اللي كانت بعزيناتي؟ ايوه. تروح على فين كده؟ مفيش، كنت زهقان قلت امشي رجلي شويه. وماله، تعالي اركبي وانا اوصلك اللي انت عايزاه. توصلني فين يا باشا؟ اذا انا نفسي ما اعرفش رايحه فين. اركبي بس، هنتكلم كلمتين وفكرني انت عايز تروح فين. اركبي اركبي يا بنت اركبي. ماشي. ايه ده، انت بتشتغل في المولد؟ مولد ايه يا باشا؟ خلاص المولد اتفض، البلد واجعه في موته وصاحب الموته كبير، ولو دقينا طبله ولا رك هيرمينا كلتنا بره البلد. الله، امال بيشتغلوا ايه؟ كلبناها سهراي يعني، حاجه كده على الضيق. اهو اللي يجي ياكل حاجه يشرب حاجه وانا هزلي هزتيني وخلاص. لا انت بتعرف ترقصي؟ امال يا باشا، طب ده انا علي هزه وسط ما في مرة في مصر كلها تعرف تعملها. طب ايه رأيك بقى؟ أنا نفسي أتفرج. ابقى تعال. أجي؟ أجي فين؟ أقعد في وسط الناس وأتفرج عليكي؟ أمال هتتفرج عليا إزاي؟ في البيت عندي. يا لهوي يا باشا. يا بنت ما تخافيش، أنت هتتبسطي قوي، واللي بتاخديه في الليلة كلها أنا هديها لك وأكتر. لا يا باشا،
الكلام ده انا ما احبوش. اللي عايز يتفرج عليا يجي لحد عندي. اسمعي الكلام بس، انا اصلا محضر لك مفاجاه. بكره عندي البيت فاضي وعايز اتفرج عليك على رواقه. قلت ايه؟ افكر. تفكري؟ خلاص فكرت انت خلاص. ربنا سترها معاكي المره دي واديكي خارجه. ابقي توبي الى الله بقى شويه عاملين اخرتك. والله العظيم يا باشا مظلومه، انا كنت بزورها بس، الله يحرقها مكان ما راحت. واديكي البست دي لك كلها لوحدك. احمدي ربنا انك ما خدتيش حبس. توكلي على الله. طب يا باشا ممكن اسال على ناديه؟ هي في المستشفى، لما تخرج اسالي بنفسك. يلا بقى امشي بقى. شكرا يا باشا. الراجل ده انا هولع فيه. حلو قوي، بعد ما تولع فيه ده بيغزلك يا هانم. وايه يعني يا محرم؟ وايه يعني؟ بص يا حبيبي، اللي انت يمكن مش واخد بالك منه ان الراجل ده طول عمره عاني مني وعاوز يتجوزني، وانا يعني صراحه شايفاه مناسب. ايه المشكله؟ سيبك من القصه دي وخلينا في الاهم. انا كلمته في حاجه تخصك. اللي هي ايه بقى؟ العموديه. ايه؟ عموديه؟ اه، ووعدني ان هو هيقدمها لك على طبق من فضه، بس يعني تفتح مخك معاه. اللي هو عامل ايه يعني؟ وانا قاعده معاه عرفت ان هو كلم الناس بره واتفق معاهم ان كل العمليات اللي بره تدخل عن طريقه. اوكي؟ ده غير طبعا غير الشغل الكبير اللي هو مستفيد بيه. اللي هو ايه؟ السلاح. سلاح؟ اه، عايز يدخل سلاح مصر ويخرج منها سلاح، وانا متاكده ان هو بيخطط لعمليه اكبر كمان من كده. لا ده شغل على كبير قوي بقى. قوي. بقولك يا محرم، عندي فكرة، إيه رأيك نعزمه في البيت؟ نقعد كده نتكلم معاه ونخليه يفهم إن هو كل حاجة وإحنا من غيره ولا أي حاجة، لحد ما رقبته تبقى في إيدينا. وافق. لبنى فين؟ إيه؟ لبنى راحت فين؟ في أوضتها؟ بجد؟ طب أنا طالعة لها. اسمع ما أقولك، ما تنسيش تروحي تبارك الحسن بمناسبة مولود الجديد. أكيد. وانت ارجوك الله يكرمك تفضل لازق في جبرية، اوعى تغيب عن نظرك لحظة. اوكي؟ لا لا تشطانة. يا اهلا وسهلا، الوجه الجديد ده. خش جو. نعم. الله ينعم عليكي. دي مقابلة برضو يا جبرية؟ يا اختي ده المثل بيقول لقيني ولا تخديني. قال وانا جاية اقول لك خبر حلو زي وشك كده. امشي طيب بره قبل ما اخليهم يطردوكي. يطردوني؟ ليه؟ ده انا هقول لك خبر يشرح القلب. حسن جاب ولد وسماه عبد الله. عبد الله يا جبرية، عبد الله. تصدقي يا جبرية، أنا كنت فاكرة حسن هيرجع في كلامه ومش هيسمي الواد عبد الله. أه والله، بس الواد حسن ده طلع راجل وجدع. أول ما بص في وش الواد قال لي صدقي يا أم كريمة، ده شبه عمي عبد الله تبكي الأصل الله يرحمه. والله مروان يا حبة عيني مروان، أول ما شال الواد كده وخده وبص في وشه وقدن في ودانه، الدمعة كانت هتفر من عينيه. جدع وراجل مروان ده، برغم الأزمة والضيقة اللي هو فيه، بس قال لي يا أم كريمة أنا هتبع عجلين. أه والله عجلين، واحد لعبد الحكيم الصغير واحد لعبد الله الصغير. عرفت تربي يا جبرية؟ أه والله، مروان ده راجل وسيد الرجالة بصحيح. مروان مين؟ يا اختي نسيت ان انت قلتي مروان مات ولفيت البلد كلها وخدتي في العزا. يا وليا يا قادره، حد يقول على طنا كده؟ ده احنا بنقطع من لحمنا عشان خاطر ولادنا، بنتنفس عشان هم يعيشوا، وكل ده عشان ايه؟ عشان قالك اطلعي بره يا جبريه من البيت الكبير. يا اختي وفيها ايه؟ ما انت قاعده في بيت زي الفل اهو، شرح برح واشرح القلب.
يا ساتر يا رب يا وليا، ده انت رجلك والقبر. بالك يا كريمة، بعون الله انت ومروان انا هدفنكم بالحياة. مروان يا حبيب قلبي، ده اترمى في صدري كده وكان بيعيط وقال لي أم كريمة انت أم اللي بجد، انت صدر الحنين اللي هي مش أم جبرية قالت ان انا موت. جبرية كمان بالنسبة لي ماتت وشبعت موت. ده انا هقطعكم بسناني انت وهو يا كريمة. تعالى يا مروان، تعالى يا حبيبي، شوف امك عايزة تعمل فيك ايه، هتقطعك بسنانها يا مروان. انا ماليش غير واد واحد، حسن. ما هو حسن ده يبقى جوز بنتي ابو عبد الله الصغير. سيبك بقى من وجع القلب ده، بقول لك ايه، مروان الله يحميه تبع عجلين، ما تيجي تحضري العقيقه عشان تاكلي الكبده النيه. ولو ما جيتيش يا جبريه انا هجيبها لك لغايه هنا اهو، تقعدي تقرقشي في الكبده.